السلام عليكم خوتي المغاربة. أنا خوتي المغاربة جيت من مدينة الدار البيضاء كنقلب على بنياتي، جوج بنيات خرجوا يتسخروا يجيبوا لي الخبز ما بقاوش رجعوا، جوج بنيات آية وصابرين. أخوتي المغاربة عاونوني الله يرحم والديكم، لقى بنياتي رانا تبطوا رانا تقهرت ورانا ما كنعس ما كنشوفوا. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم وليداتي، الله يرحم والديكم بنياتي. لما عاونني لقى وليداتي جوج بنيات ما عرفتهم تخطفوا ما عرفتهم هربوا ما عرفت اش وقع عليهم، والله العظيم اخوتي ما عرفت اش وقع عليهم، مشاو غير بحوايج ديال الدار، حتى من الدريه الصغيره لابسه غير الصابو ديالي ما لابساش السبرديله ولا حتى حاجه. عافاكم اخوتي عافاكم، لما شوفوا لي وليداتي رانا طبت رانا تقهرت. عافاكم وليداتي لما شوفوا لي وليداتي، عافاكم لما قلبوا معايا وفي ما شفتهم قولوا عليا. انا بغيتهم كيما كانوا في ما كانوا، انا بغيتهم كيما كانوا في ما كانوا. رانا تقهرت رانا طبت عباد الله 16 يوم عباد الله، شكون اللي يقدر يصبر على ولده 16 يوم؟ شكون اللي يقدر ينعس؟ شكون اللي يقدر ياكل؟ شكون اللي يقدر يرتاح 16 يوم؟ انا طبت عباد الله طبت، كنطلب من الله ومنكم لما اخوتي المغاربه اللي ما يعاونوني نلقى بنياتي. عافاكم الله يرحم والديك السي الحموشي لما شوف لي بنياتي، الله يرحم والديك سعادة الجلالة الملك لما شوفوا لي بنياتي رانا طبت رانا تقهرت. الله يطول في عمرك سيدي سيدنا الملك. اوليدي انا قلت لك مشيت صيفطهم يجيبوا الخبز، عطيتهم 5 دراهم قلت لهم جيبوا الخبز باش تغداو وترجعوا للمدرسة. مشاو خرجوا باش يجيبوا الخبز ما بقاوش رجعوا، خرجوا بحوايج ديال الدار، ما داو تليفون ما داو فلوس ما داو حتى حاجة، تمن سبرديلات ما لابسين، مش صغيره لابسه غير الصابو ديالي ولابسين حوايج ديال الدار. ما عرفتش انا بناتي اش وقع ليا ولا فين مشاو، الله اعلم الله اعلم شكون هاد اللي شدوهم ولا شكون اللي داوهم ولا شكون اللي خطفوهم، الله اعلم. واش حيين دابا ميتين؟ الله اعلم، انا ما عرفتش ما عرفتش، انا ما كنعس ما كنشوفو ما كناكل ما كنشرب ما كنجلس. كنجري في الزنقه بحال اللي بيلا، كنسكن في الدار البيضاء في مدينه الرحمه ولاد احمد الفتح 3. عرفيني على بناتك. عندي ايه 13 عام وصابرين 15 عام. وليدي انا بغيت نشوفهم فين ما كانوا كيما كانوا بغيتهم، انا بغيت وليداتي، انا تقهرت عليهم، انا طبت انايا غنموت انا وعاق الله يا وليدي غنموت. حتى الجو ما بقيت كنشوف مزيان، بقاوت البكا، نبكي بالليل ونبكي بالنهار واجري في الزنقه، حتى كنجلس في الدار نقول اويلي انا ما خرجت نقلب عليهم، كون خرجت قلبت كون لقيتهم. وفي ما قالوا لي شي بلاصه كنمشي لها، قالوا لي في تطوان، مشيت قالوا لي في الناظور في القصر الصغير، قالوا لي في طنجه، مشيت قال مراسي قلبتهم، قالوا لي راه مشاو يحرقوا كاع المراسي قلبتهم والو ما لقيتهم، ما خليت فين قلبت والو وليدي والو. دابا قالوا لي راه كاينين هنا في الرباط، جيت نقلب في الرباط والو، ما خليت فين مشيت وليدي، ما خليتش ما خليتش. شنو الاحتمالات اللي خايفه يكونوا طاريين اليوم دابا؟ هو خفت يكونوا قتلوهم، خفت يكونوا تكرفصوا عليهم اعداء الله، خفت تكون شدهم شي حد كيستغل فيهم. وشكون اللي عرف ولدي؟ شكون اللي عرف؟ راك عارف البشر اللي ولا دابا يستغلوهم يحششوهم يكرفصوهم يعطيهم شي حوايج خايبين ياكلوهم يديروا لهم شي حوايج خايبين، راك عارف هما باقيين صغار ما عارفينش 13 عام 15 عام، راه ما عارفينش فين ينعسوا، انا ما غطيتهمش انا وكلتهمش انا راه ما كياكلش ما يعرفوا ولا يديروا حتى حاجه. كيفاش كنتي عايشه معاهم؟ ما كنا عايشين عادي يا وليدي، كيمشيو لمدراسهم كيجوا كيحفظوا كيمشيو للسوايع كيجوا، صحاباتهم راه دابا كيجوا كيسولوا عليهم مدرا خالتي ايه وصابرين واش شفتهم واش جاوا واش هادي، كلشي كيسول عليهم من الاساس اذا كيسولوا عليهم، كلشي كيسول عليهم. واخا فاش كانوا عايشين معاك كانوا كيتشكاو بلي محتاجين شي حاجه ولا؟ واخويا انا وليدي عايش على قد جدي، اللي عندي كنوفروا ليهم، قالوا بغينا كسوه ديال العيد شريتها ليهم، قالوا بغينا الجلاله ديال 27 شريتهم ليهم، ما كنخليهمش يحتاجوا لشي واحد، عايش على جدي ولكن انا نحتاج ولادي ما نخليهمش يحتاجوا. مع 12 النهار وليدي مع 12 النهار.
مع 12 مشاو وما رجعوش. يعني كيفاش ردت الفعل ديالك فاش ما شفتيهم؟ وانا ملي تعطلوا عليا كنتسناهم يجيبوا الخبز تعطلوا عليا، مشيت كنقلب سولت مول الحانوت حيت كيعرفهم، قلت لي ايوا صابرين جاو، قال لي لا ما جاوش، قلت لي ما جاوش داو الخبز، قال لي لا ما جاوش. مشيت سولت الحوانت الاخرين، يمشيو الحوانت الاخرين قال لك ما كاينينش، مشيت سولت الحوانت في الشارع بعيد علينا شويه قال لك لا ما جاوش. صافي وبقيت كنضيع في الخلا كنسول كنقلب كنسول والو، كلشي كيقول لا ما شناهمش لا ما شداوش. وخلتش للبوليس؟ مشيت للبوليس ديكلاريت، قال لي صافي دابا شي حاجه نعيطوا لك. مشيت لطنجة ثاني، مشيت ديكلاريت قال لك راه كوني يعني راه ديكلاريتي في المغرب كامل راه عندهم الروشيرشي، ودابا انا راه مشيت للبوليس هنا قال لك سيري كونيانيه. اما قال لك يقدروا يكونوا لي شدوهم شي خيريه ولا شي حاجه يكونوا قدروا يبدلوا السميه، ولكن كون كانوا في شي خيريه كون عيطوا ليا، كان بناتي في شي بلاصه. واحد الناس قال لك شافهم في الرباط، واحد الكورتي دابا ملي جيت معاه في الكار، واحد الكورتي دابا جيت معاه في الكار قال لي راه بحال بناتك راه شفتهم البارح داوهم البوليس، سيري سولي البوليس. ملي جيت عند البوليس قال لي لا حنا ما شادينش كاع البنات هاد الايام، شادين على الاولاد. وانا وليدي بغيت عاب نياتي فيما كانوا كيما كانوا بغيتهم، انا قابل عليهم كيما كانوا فيما كانوا بغيتهم، وليدي بغيتهم بغيتهم. راه المشة ما كتسخاش بولادها، شي المشة ما كتسخاش بولادها، المشة كتسخاش بولادها بسنانها، سب الله البشر. انا بغيت بنياتي ما كنعس ما كناكل ما كنشرب ما كنجلس في الدار، عاجري بحال حمقى في الزنقه. هيت يا ولدي هيت 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 دابا 16 يوم، اليوم 16 يوم. كي دوزتي هاد 16 يوم؟ كحلا عليا ولدي كحلا عليا، حتى حاجه ما كتبان ليا حتى حاجه ما كتعلى ليا، وتفكيري في النهار وفي الليل عليهم، ما كيزقاش ليا التفكير عليهم. الا ما بانوش ليا هاد الايام تنقدر نحماق ولا نموت ولا توقع ليا شي حاجه، والله العظيم ولدي تتوقع ليا شي حاجه عاد صافي ما بقاش عندي فين نتحمل، ما بقاش عندي الجهد. جوج بنات جوج بنات، شكون غيصبر على جوج بنات؟ يعني تكرفصت عليهم حتى داروا 13 15 وما بقيتيش لقيتيهم، كي غدير تصبر عليهم؟ غير هما اللي عندك؟ هما اللي عندي صافي، ما عنديش من غير سوى الله سبحانه. الاب ديالهم شنو تيقول في هذا المشكل هذا؟ والاب ديال برا كيقلب حتى هو، قال لك الله اعلم بهم واش تخطفوا ولا تشاو لشي بلاصه ولا شوف اش واقع عليهم. دابا كنت دو على التليفون قولوا راه دايرين مع شي واحد ولا شي حاجه، وداو التليفون ومشاو يتلاقاو معاه، حتى التليفون خلاوه في الدار، والتليفون كيعيطوا الدريات ديال المدرسه، والدريات ديال المدرسه كيقولوا علاش صابرين وايا ما جاوش يقراو، علاش بقينا شناهم. فشنو رسالتك للجهات المسؤوله؟ ها شنو الرساله؟ كنطلب من الحموشي، كنطلب من جلاله الملك يعاونوني باش نلقى وليداتي، كنطلب منهم يعاونوني باش نلقى وليداتي. انا ما عنديش لا الجهد لا الفلوس لا الصحه لا حتى حاجه باش نقلب، والله العظيم لا والله اللي معاوني باش كنجري وصافي، وحق الله العظيم انا مشيت للعريش غير سميتو البوليس هما اللي صيفطوني مساكن في الكار، الله يجازيهم بخير. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.